الهدف الاول اللي اذا اريد ناخذها بالتسلسل التاريخي، الهدف الاول اللي نشا من بعد مقتل الحسين هدف الشعور بالندم على عدم نصرة الحسين. بدأوا اهل الكوفة بصورة خاصة واهل العراق بصورة عامة من بعد مصرع الحسين، صارت عندهم موجة من الندم، يعني بدأوا يحرقون انفسهم من الندم. تقول عندنا لكن ابين لك بذرته الاولى، البذرة الاولى وجدت عند جماعة كان ينطح رأسه بعمد الخيمة وكان يتأثر يضرب رأسه بحجارة لانه ما ساهم. الفكرة البذرة الاولية منها نبتت، وبعدين لما اجت تلقيناها احنا عن طريق التقليد.